يوم الخميس من الأسبوع الخامس من الصوم الكبير الإبراكسيس. الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا، أمين. ولكن حدث لما استكملنا الأيام خرجنا ومشينا وهم يشيعوننا مع نساء أيضا وأولادهم إلى خارج المدينة، فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة، وأما أولئك فرجعوا إلى خصتهم، أما نحن فأقلعنا من سور وأقبلنا إلى بطلمايس، فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربع بنات عذارى كنا يتنبأنا. وبينما نحن مقيمون هناك أياما كثيرة جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط بها رجليه ويديه وقال: هذا ما يقوله الروح القدس أن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. حينئذ أجاب بولس وقال: ماذا تفعلون؟ تبكون وتحزنون قلبي، لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن إرادة الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة.